يسعد لي مساء كل من يتابعنا الآن في هذه اللحظات في حلقة جديدة من بداية أسبوع جديد في عسيف. نقول لكم يا أهلا ومرحبا فيكم ويسعد لي مساكم ومساء الخير نور. مساء النور ومساء الخير عليكم ويا أهلا ومرحبا فيكم في ليلة جديدة من ليالي عسيف. احنا يمكن اليوم قاعد نشهد موضوع التطعيمات قاعد تزداد الأرقام والأعداد وفي ناس نورة وايد قاموا يقتنعون في قضية التطعيم وشفنا يمكن حتى بتويتر يكتب أن أنا ضد التطعيم بعد أسبوع نشوف أنه غير رأيه وقال أني أنا بالعكس رحت طعمت وهذا شيء صراحة إيجابي والأحلى من ذلك أن عيالنا بدأت الحين توصل مواعيدهم. بالضبط صح، هذه يعني خطوة إيجابية وجميلة أن دون 16 سنة بلش أنه ممكن يروح يطعم. أنا صراحة ما شاء الله شفت سرعة في الاستقبال المسج أن أول أمس أنا سجل ولدي واليوم راح طعم، فهذه فرصة حلوة لأبنائنا وعيالنا، فلا تتجاهلون هذا الموضوع وحاولوا أنكم بأسرع وقت تطعمون عيالكم وتفادون يعني انتشار هذه العدوى. جميل، يمكن أعمار 16 سنة وفما فوق كانوا من البداية تقدر تسجل، لكن الحين حتى اللي أقل والحوامل بعد، وهذا شيء ترى طيب طبعا أكيد. حتى الحوامل إحنا نوصيكم لا تخافون دام إن الطاقم الطبي والكوادر الطبية والمتخصصة في هذا النوع يعني أمنوا وقالوا في أي مرحلة من الحمل سواء في البداية أو نهاية الحمل ممكن إنك تطعمين وتحمين نفسك. إحنا دائما نورة دائما نوكل أمرنا لله. ثانيا للمتخصصين، يعني أنا اليوم إذا قعدت قدام دكتور وفاهم شغله وقال لي أن أنت ما عليك إن شاء الله خلاف في موضوع التطعيم، فأنا لازم أجدم في هذا الموضوع وكل أمري بيد رب العالمين في النهاية. أكيد أكيد، وأيضا ترى حتى في الأمراض اللي كانت صعبة والمستصعية واللي كانت مثلا يعني تخوف شوي نوعا ما وتاخذ نوع من الأدوية اللي كان أيضا ينخاف منها، أيضا قاعد يباشرون يروحون يطعمون لله الحمد، وهذا كله بالنهاية لصحتك أولا وللمجتمع ككل. الله يحفظ الكل وإن شاء الله ويبعد عنا هذا الوباء والآفة. إذا نروح نشوف ايش عندنا من التقارير وعندنا من الضيوف، نرجع لكم تالي. في حلقة الليلة من برنامج عسيف بتشوفون الأستاذ محمد الرشيدي والد الشهيد الشرطي عبد العزيز الرشيدي وحوار حول تداعيات استشهاد ابنه عبد العزيز الرشيدي، المخرج جاسم الفرس والمخرج وليد سراب والمخرج ضياء المساعيد، وحوار حول أهم المحطات في مشوارهم عبر الأثير الإذاعي، ومن فقراتنا الأسبوعية فقرة صالون نجم. كامل عندك. إحنا يمكن قبل أيام فقدنا واحد من عيالنا، فقدنا عبد العزيز الرشيدي هذا الشرطي البطل اللي توفى عسى الله يرحمه وكان شهيد الواجب. اليوم إحنا ودنا نغطي هذا الحدث من جديد، نرجع مرة ثانية ونستذكر موقف عبد العزيز ومحبة الناس وموقف أهل الكويت تجاه هذا اللي صار وهذا الحادث اللي أحزن الكل. الكل تأثر، الكل حس أن عبد العزيز ولده، والكل فكر في حيثيات هذه المشكلة، ليش صار وشلون صار وش اللي نقدر نسويه في القادم من الأيام عشان نقدر نحد مثل هذه المشاكل. الأعمار بيد رب العالمين وهذا شيء موكل، ندري قضاء وقدر وندري كل واحد له عمر ويتوفى في المكان اللي الله يقسم له فيه، لكن أيضا الإنسان لازم يبذل الأسباب. دولة الكويت مو مقصرة حقيقة في الموضوع الأمني، لكن التقصير يجب أن نضع أصبعنا عليه ونقول أنتوا قصرتوا في هذا وقصرتوا في ذلك، وإحنا مع بعض بيد واحدة نبدي نعالج هذه المشاكل. أكيد، وإحنا اليوم في هذا اللقاء أيضا نبي نناقش أمور نتكلم فيها عن أمور إيجابية، ما نبي إحنا مثل ما نقول إحنا نقلب المواجع، ولكن نبي نتكلم عن أثر هذه الشخصية اللي هزت كل بيت كويتي وتأثرت مثل ما تأثروا أهلها ومثل ما تفضلت أهو ولد كل بيت تأثر له، والله يرحمه ويوسع مدخله اللهم آمين. وراح نعرف أكثر مع والد الشهيد بعد هذا الفاصل إن شاء الله. لا تبعدون خلكم. نامت الكويت على أمن وأمان،
واستيقظت على جريمة هزت البلد بأسره. هذا المكان كان جريمة المهم. هذا هني؟ هني انتبه الشرطي. هذا مكان جريمة المهم. صار رمز وشاهد على أبشع جريمة قتل راح ضحيتها شهيد الواجب الشرطي عبد العزيز محمد الرشيدي اللي كان يؤدي دوره تجاه الوطن. هني بدت القصة وهني انتهت. في هالمكان تحديدا كان عبد العزيز الرشيدي يستلم زامة من فترة، الكل هني عرفه ويحبه والكل يشهد له بحسن أخلاقه والابتسامة اللي ما تغيب عن وجهه ومعاملته الزينة والطيبة مع الكل الكبير والصغير. يوم المكان الكل يزوره ويتمنى لو موجود بذيك اللحظة، الكل يترحم عليه ويدعي له. عبد العزيز الرشيدي مات وخلى غصة في قلب كل كويتي. كل ما بقولها الكل شخص قاعد يعيد نشر هالفيديو، خاف الله كافي لا نتجرد من مشاعرنا وإنسانيتنا، وتذكروا دائما إن له أهل نوقف معاهم ونصبرهم. التراب هالأرض غالية وصار أغلب الدم اللي غطيه. عبد العزيز الرشيدي راح وبنى له بيت في الجنة وبيت في الأرض. العزيز الرشيدي راح وبنى له بيت في الجنة وبيت في الأرض. الليلة يروي العم محمد الرشيدي التفاصيل الأخيرة في حياة الشهيد عبد العزيز والحزن الذي تركه في قلوب كل أهل الكويت. عسى الله يرحمك يا عبد العزيز وهنيالك يا شهيد الواجب. ستظل ابن لكل كويتي موجود في هذا الوطن ومقيم. انت اليوم ستكون رمز لنا، رمز للشاب اللي يعني اعطى من دمه في خدمة بلده وخدمة وظيفته. اليوم انت يا عبد العزيز عسى الله يرحمك ويغمد روحك الجنه، انت يعني اصبحت رمز ومضرب للمثل. عسى الله يصبر اهلك ان شاء الله وذويك ويرحمك، ونقول مره ثانيه هنيالك شهيد الواجب. ابو مشعل عسى الله يرحم عبد العزيز ويعظم لكم الاجر يا رب. الله يجزاك خير ورحمه. اليوم احنا نتشرف بحضورك معانا. شرفكم الله. ودنا مثل ما يقولون يعني نتحاور في امور تفيد المشاهد. اليوم عبد العزيز عسى الله يرحمه شهيد. الله يرحمه. والله يبارك لكم بهذه الشهاده ويرحمه ويصبركم، وهذا مثل ما يقولون قضاء الله وقدره، وكلنا سائرين في هذا الدرب. مسي عليكم بالخير. الصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على محمد. عبد العزيز الرجال العسكري ولد قبل أول له أنه ولدي ولد الكويت. صحيح. رجال محبوب عند أخوياه وعند زملائه، محبوب عند الكل ورعي ابتسامة، وهذا أمر الله ما على اعتراض. أمر الله ما على اعتراض مهما كانت، الإنسان ما على أمر الله فوق كل شيء. نعم. والحمد لله والشكر. الحمد لله. ألف الحمد لله والشكر. هذا أمر الله. نعم. ما حد يعترض الله. ونقول الله يجزاهم خير، ما قصروا المعزين اللي من برا واللي من داخل، وحتى الكويت تفاعلوا معه. صحيح. ولا قصروا. والحكومة ما قصرت، الداخلية كلهم حضروا على رأسهم وزير الداخلية ومجلس رئيس الأمة، ما قصروا. كل الكويت ما قصروا. أنه ولدهم ما
ما هو ولدي، ولدهم هم. اي والله صدقت. نعم اكيد. صار وعده الكويت ما ولدي. صحيح. نعم الله. اكيد. ونقول ندعي له بالرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه ويغمد روحه الجنة يا رب. وأكيد يعني أهل الكويت كلهم أحزنوا وغيم الحزن، يعني خيم على الكويت كلها. هذه اللفتة يمكن أكيد لها أثر كبير لكم، خصوصا وقت الدفان شفنا يعني وجود شخصيات كبيرة وأهل الكويت وقت الدفان. كل أهل الكويت حضروا. نعم أكيد هذا شيء هم له أثر إيجابي وسمح في أنفسكم. عبد العزيز سمح مع اخوياه ورجال مرح مع اخوياه الله يرحمه، وكل الناس تحبه ومتعاطف مع والديه. نعم. مع اخوانه مع اخواته متعاطف لحد الحدود لاقصى الحدود. رجال مرح حتى مع جيراننا، حتى جيراننا حزنين عليه لحد الان. طبعا. صحيح اكيد. رجال مرح هو عند رب الله يرحمه بلا شك. الانسان لما يكون والانسان ما ياخذ الا يومه، هذا يومه من جابت همه، مكتوب لنا يموت باليوم في كذا وكذا. صحيح. ورا وامر الله ما عليه اعتراض. سبحان الله انسان الطيب وذو الخلق يعني يترك اثر كبير في قلوب الكثيرين، حتى الناس اللي يمكن يعرفونه من بعيد او تعاملوا معه معاملات بسيطه ايضا راح ياثر عليهم فقدان هذا العزيز. ودنا نتكلم اليوم ابو مشعل. لا اي سب ان يجينا حتى اتصالات من مصر من الاردن. صحيح. من برا الخليج جاي اتصالات بس انه يعرفون اسم فلان. صحيح. هذه صراحة تثلج الصدر وتمسح على قلب الإنسان. والله في ناس دقوا عي والله ما أعرفهم، بعضهم برا حتى من برا حتى الكويت. نعم. ما أعرفهم. ومشعل خلنا نسولف عن عبد العزيز. عبد العزيز شاب. شاب عمره 21 سنة. يعني عرف بأخلاقه وجماثة خلقه وربعه كانوا يحبونه وما عنده مشاكل وما عنده مشاكل في الحياة وماشي على قولتهم، حتى مع أخوانه كانت العلاقة حميمة، حتى مرح مع الناس. صحيح. ويحب الجامعة مرح يعني مع أي واحد يجي يعني دقيقتين والله أنت تقول واحد من أخوانه يعني مرح مع الناس مع الكل. ما هو بس مع أخوانه، مرح مع الكل حتى زملاه مرح معهم. صحيح. بس هذا حكمة الله وكل شيء. اليوم حتى الناس اللي قراب منكم وايد شبهوا اخلاقه فيه، قالوا وايد ماخذ من والده بالتسامح والاخلاق والامور هذه. الله يرحمه. على الدين. نعم. وعلى الاستقامه. الحمد لله. الحمد لله. ربنا اهل التربيه. صحيح. نعم اكيد. تربيه الاسلاميه. نعم. موشعل شلون تلقيتوا الخبر؟ والله انا تلقيت، انا اخر مكالمه بيني وبينه الساعه 6 الصبح. حلو. قال انا بالمهبوله توي مستلم. توا مستلم الدواء. ايه. انا كل يعني بساعتين يدق علي ولا دق عليه، تواصل معي هو. الساعة 9:15 أو 9:30 ما درت الأهل يقولون في الباب يطق. اي. طلعت له والله عيال اختي اللي اثنين وواحد من عيال عمي. قالوا البسنا بنروح مشوار، قلت يلا مشينا. طلعنا وش السالفة؟ قالوا عبد العزيز متهاوش، هو ضابط من ضباطه ويقول لازم تجي. اي. صار يعني قلت يمكن الامور الانسان معرض للخطر. صحيح. بعد ما اخذنا الخط قالوا احنا بنروح للفروانيه. قلت وين؟ قالوا بنروح الدله الجنائيه. قلت عيال؟ قالوا نعم. بهاللهجه قلت عيال هو ميت ولا حي بس؟ الله اكبر. قال ايش تقول؟ قلت هو الرجال يوم قالوا هاوشه وقالوا بنروح الفروانيه، قلت هو عنده دار هناك ما تجيبونه. ما يجب مستحيل. أيه. بس علموني الرجال حي ولا ميت. قال لي ولد اخي والله خالي اعطاك عمره. الله يرحمه. هذا امر الله ما عليه اعتراض. ولا شو السبب؟ قالوا ما ندري لها الحين ولا سالت عنهم لحد الان. يعني اني بعرف تفصيل وش صار ما صار من لحد الان. وقتها يمكن سبحان الله واحد لما يتلقى مثل هذه الاخبار ما وده اصلا يعرف التفاصيل، هو الخبر كافي يعني على قولتهم يفي. صح. صحيح. صلى الله يرحمه. بس انا الحمد لله واشكرهم تمسكت نفسي وحتى اهلي ما علمتهم، بس ان التويتر هذا انتشر ولدي الصغير كان بالجخور وشافه وجاء علمه، ولا انا ما علمت احد. دقوا علي قلت لا ما في شيء. بس عرفوا يوم شافوا انتشر هذا. والدته متى عرفت؟ عرفت حدود الساعه 10:30 يوم شافوا التويتر. جاء الود وعلمها. يعني عرفت من عن طريق الفيديو اللي انتشر. اي عن طريق الفيديو. ولا ما حد درى. اليوم على موضوع الفيديو بمشعل ودنا نطرح قضية. الفيديو انا اقول قد تفيد يعني اكثر
أنا أقول لك اللي إن شاء الله جزاه الله خير ورحم الله والديه، بس نبي منه أنه يشيله ما عاد يعرضونه. نعم. أنه له يصير له تأثير على أهله وعلى عيال عمه وعلى أخواله. صحيح. يصير تأثير له هذا. طبعاً. وجزاه الله خير إن شاء الله، نقول الله يجزاه خير أنه يشيله ما عاد ينشرونه. هذا اللي نبي منهم. إن شاء الله. لاحظنا شغلة أبو مشعل، تبارك الرحمن، وهذه تدل على قوة إيمان الإنسان والرضا في القضاء والقدر. أمر الله ما علينا. اليوم أبو مشعل أنت لما تلقيت الخبر، ويمكن أنا شفت لك لقاء على طول في اليوم التالي من بعد الحادثة، رباطة الجأش اللي موجودة عند أبو مشعل اليوم صراحة نفتخر فيها. كرجل الله. يقبل قضاء رب العالمين، هذا أمر الله تقبله، ما أمر الله معنا المفر، مهما كانت الأمر الله نافذ. إيش تبي تسوي؟ ما للي يروح ما يرجع. صحيح. هذا شيء معروف، ما راح ما رجع. صحيح. النفس اللي راحت ما ترجع. صحيح. المال يروح ويرد، النفس اللي راحت ما ترجع. خلاص. صحيح. نعم. يكون عندك إغاني المسلم إنه خلاص. نعم. وهذا أمر الله. نعم. جميل هذا الإيمان بحكم رب العالمين. حكمت الله أبوي. والصبر بهذا القدر وهذا المسؤول. لازم تحمل صدمات. لازم تحمل. نعم أكيد. الله يحفظك. سأنا ودي أرجع لموضوع الفيديو، ودي أأكد للسادة المشاهدين وأيضا لكل من يرفع مثل هذا الفيديو، إن مثل هذا الفيديو يعني أنت قاعد تأذي أهل المتوفي أو أهل الشهيد بشكل كبير. اليوم مثل هذا الفيديو لما ينتشر الواحد ما وده إنه يشوفه أو يوري يعني أهله وأهل بيته ووالدينه، لأن المشاعر هني راح تكون يعني. صح. حتى الإنسان لما يكون إيمانه قوي وصابر ومحتسب الأجر أيضا تأثيره سلبي كبير، فش كتر هذا التأثير السلبي. أنا ودي أوصل هذه الرسالة لكل نفس تنشر هذه المقاطع سواء للشهيد رحمة الله عليه أو لغيره، يعني إش كتر أثرها سيء على نفس ذويهم. أبيها بلسانك رسالة صريحة جدا. بالنسبة للرجل يتحمل اللي تأثر زيادة منها اللي همه. صحيح. طبعا هذا شيء معروف، الرجل اللي بتحمله اللي تأثر منها الوالدة. طبعا. والدة الشخص اللي تأثر منها. نعم. وأخوانها الصغار، الأبو يمارس الأمور يطلع يروح يجي يعني شوي تنفله. نعم. احنا صراحة ندعي من رب العالمين أن ننزل الصبر والسلوان على قلب والدته. ويصبرها بإذن الله. وفي النهاية وجودكم اليوم بالقرب منها أكيد يعطيها الدافع والدعم. لا الحمد لله وسهل عليها أمور. لا الحمد لله ثلاث أيام زينة وتقبلت الأمور. أمر الله ما عسى الله يطول بأعماركم. إن شاء الله. بس تعرف الصدمة أول يوم ثاني يوم طبعًا. أن الوالدة ما هي مثل الأبو. الأبو يتحمل طبعا أكيد. صحيح. هي تصير عندها ردة الفعل أكيد طبعا. لا بس الحمد لله قلب الأم فعلا. طب الأم هي هو عاد صراحة الله يرحمه هو معها مرح زيادة إيه، وتغليها اكثر منهم زياده. الله يرحمه. الله يرحمه. راح شهيد. والتويتر هذا رتع بالعالم والله. قبل وانا طالع من البيت داق اي واحد من عيال عمي بالسعوديه يقول صار شيء. اي نعم. قلت له ما صار شيء، ما ابغى ان اول طلع عبد العزيز الرشيد. صحيح. ما كتبوا محمد مريبد انه محمد مريب عبد العزيز محمد واجد بس. نعم. اللي كتبوا الجد عرفوه. نعم. اخر شيء يوم طلع على اسم كامل يدق علي. بس ليش مغبي ابو مشعل الموضوع؟ ليش ما تحب تتكلم؟ وش احب وش تتكلم فيه؟ يعني من يسألونك يقولوا لك مثلا ما ابغى اصدم العالم. اي ان ما ودك تجي الشخص تصدمه. بعض العالم ما يتحمل ينصدم. صحيح. نعم. الحالات هذه ما تصدم الشخص فيها على طول. نعم. لازم تاخذ يعني مع بروفه على ما يستوعب منه. صح. نعم. تصدمه لا، الواحد ما وده يعيد ويزيد وكل شوي نفس القصه. بعضهم ينصدم وفي بداية الأمر تصير معه حالة نفسية. صحيح. أذكر واحد ما لاحق ولده إلا ثواني. أي إن شاء الله. على طول قالوا فلان توفى، على طول شالوه المستشفى. الله. طلع يعني أسبوعين بغيبوبه. لا غلط الأمر هذا. صحيح. ما ودك تلقيه الواحد بالوجه. صدقت والله. أبو مشعل خلنا نأخذ هذا الاتصال مع العقيد العميد توحيد الكندري مدير علاقات العامة. رحب فيك ونقول لك يسعد لي مساك، يا حياك الله معنا في هذه المداخلة. اليوم معنا ولي أمر والد المرحوم الشهيد عبد العزيز الرشيدي، وقاعد تكلم في الحادثة اللي صارت وأثنى على وزارة الداخلية كتواجدكم اليوم مع ولدكم عبد العزيز في التعزية وفي واجب العزاء في المقبرة.
أيضا هذا الموقف يحسب لكم وأثلج صدر ذوي المرحوم. تفضل معك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أشكركم على هذه المداخلة الداخلية واستضافة الأخ أبو مشعل والد الشهيد. وفي الحقيقة يعني كل نقدر نقوله أن هذه جريمة بشعة فعلا هزت الكويت كلها. بل هزت العالم كله في هذا الأسلوب الإجرامي اللي وقع حق أخونا الشهيد عبد العزيز الرشيدي. شخص كان بدماثة الأخلاق والحرص والعمل والمواظبة تأثرنا كلنا بما فيهم على رأس هرم وزارة الداخلية وزير الداخلية الشيخ تامر وأيضا وكيل وزارة الداخلية، وهبة القيادات كلها متوترة لهذا الحدث فعلا اللي أزعج الجميع وأتعب الجميع. شلون تقع جريمة بهذا الشكل والتعدي على رجل الأمن في الطريق بهذه البشاعة؟ كل اللي قدروا يقوله حق أبو مشعل، عظم الله أجرك، الله عظم أجر أهل الكويت، وعظم أجر الجميع في هذا الحدث الجلل. يكفي أن الله سبحانه وتعالى بشرنا وقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أحياء عند ربهم يرجعون. أجرك عظيم يا أبو مشعل في هذا الحدث الجلل، وكلنا تأثرنا وكلنا تعبنا من هذا. وبالعكس كانت لنا يعني فزعة كبيرة من جميع القيادات بالذهاب إلى العزاء والمقبرة وعمل مراسم عسكرية في مثل هذا الشهيد، ولفينا بعلم الكويت وكانت قلوبنا تعتصر وإحنا ننزل إلى المثواه الأخير في مقبرة الشهداء. فنتمنى من الله عز وجل أن يتقبل شهيد ويلهم أهله وأسرة الكويت كلها الصبر والسلوان. الله يجزاكم خير. العميد توحيد، هل هناك إجراءات مستقبلية لحماية أبناء وزارة الداخلية؟ طبعا كوزارة الداخلية الكل طبعا عسكر وضباط وأفراد وخاصة اللي ينزلون الميدان كلهم عندهم تعليمات وإرشادات بالحرص والانتباه والتعامل الراقي مع المواطنين والمقيمين. وأيضا نتمنى أيضا من المواطنين والمقيمين أيضا تبادل هذا. لا تنسى أن هذا العسكري الموجود في الطريق ما وجد إلا لأمنك وحمايتك، وهو مواطن كويتي ترك بيته وترك أسرته وترك عياله عشان يأمن لك الحماية. فتعاونك منا مطلوب، تعاونك معه مطلوب حتى نخرج كلنا بأمن وأمان هذا البلد. جميل. عميد توحيد، يمكن بعد الحادثة ناس كثار تكلموا عن موضوع تسليح رجل الأمن ببعض الأدوات اللي تساعده لصد وردع خلينا نقول أي متهجم كان، سواء يعني إنسان واعي أو غير واعي. قاعد نشوف إحنا في بعض الفيديوهات اللي توصلنا من أوروبا أو أمريكا، رجال الأمن عندهم بعض الأدوات وبعض الأجهزة مثل سلاح الصاعق وغيره من الأجهزة الحديثة. اليوم متى نشوفها موجودة في الكويت؟ متى نشوف عيالنا العسكريين يتدربون عليها ويستخدمونها لأي شخص كان؟ يمكن في السابق ترى ما كانت عندنا مثل هذه الحالات، بس اليوم مع تطور موضوع الشبو والكيميكال والأمور هذه اللي تطلع نعم. الإنسان عن طوره ويصبح أصلا وحش، ما هو إنسان طبيعي اللي إنسان نعم. يذبح أمه ويذبح أهله ويذبح الناس بالشارع. اليوم لازم من الأجدر أن نتعامل مع مثل هذه القضايا بشكل مغاير ومختلف عن السابق. فشنو التطور اللي راح يصير في وزارة الداخلية في القادم من الأيام؟ طبعا أشكرك على هذا السؤال. طبعا وزارة الداخلية العسكري الذي يدخل المؤسسة العسكرية يتم تدريبه بالشكل الكامل سواء على السلاح وعلى عملية الضبط والإجراءات القانونية المتبعة، وبالتالي هناك أيضا دورات تنشيطية لكل عسكري على الرماية والتدريب وأيضا حماية نفسه وحماية المواطنين. يعني هذه الحادثة حصلت بشكل مفاجئ، منذ فترة طويلة لم نشهد حدث مثل هذا. ولكن أقول لك وأقول حق كل شخص يسمعني إن رجل الأمن موجود في الطريق متسلح بالأدوات اللي يستطيع فيها أن يتعامل مع أي شخص يعتقد أنه يسبب خطورة له. وبالتالي هذه الأمور موجودة في وزارة الداخلية، القطاعات كلها مزودة بالأجهزة اللي تستطيع أن تسعفه في عملية الضبط إذا كان عندها حدث حصل أمامه ومحتاج أن يتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر. نعم.
كل شكر لك عميد توحيد الكندري مدير العلاقات العامة، يعطيكم العافية، قواكم الله على المجهود الكبير اللي قاعد تقومون فيه. صراحة أنتم مو مقصرين، لكن احنا دائما معاكم قلبا وقالبا في كل ما يحدث في وطننا. في النهاية أمن البلد من أكيد من مهامكم، وأيضا المواطن مثل ما يقولون غفير أيضا على بلده. كل شكر لك عميد توحيد. اليوم بمشعل يعني عبد العزيز شاب، واليوم ولدك عبد العزيز باكر عبد العزيز ولدي باكر ولد أي شخص كان قد يعني يحصل ليش له مثل هذا الموقف. اليوم المجتمع، اليوم إذا ودك تقدم رسالة للمجتمع شنو بقلبك ودك تقوله؟ المجتمع يحترمون العسكري، يدرون هذا الشخص هذا ما هو واقف بالشارع ضدهم، هذا من صالحهم أن ينظمهم، نظم الدور يحماهم من المشاكل، ما يصير اعتدي على العسكري. إن هو هذا عسكري محطوط يحميك من المشاكل ويرتب أموركم، تصلون بسلام سلك الشوارع، تصلون بمار أمان وكل شيء، أما تعتدي على العسكري ما له داعي. أمور هذه وتعرض على الداخلية، هذه حسبة الداخلية. نعم أكيد راح نشوف تقرير عن جنازة شهيد الواجب ونرجع معكم. الجنازة المهيبة ووجود قادة من يعني وزارة الداخلية وزملاء في هذه الوزارة، وشفنا وزير داخلية إيدك بإيده، ومثل هذه الجنازة العسكرية أكيد يعني إحنا كناس شفناها أثرت فينا بشكل كبير، نبي نعرف أثرها عليك. أنا ارتحت يوم أنه كان هو الأبو والأخ وزير الداخلية حضر ولا قصر، وهو على رأس المشيعين، وهذا ولده مثل ما ولدي. نعم. وزملاء كل الداخلية حتى من الحرس الوطني حضروا. نعم صحيح. حضروا ناس كلهم ما قصروا، والداخلية ما قصروا، وأنعم الله عليهم حضرهم كلهم، والناس كل الكويتيين حضروا، هذا ولدهم قبل يصير ولدي. طبعا صحيح. الكويت كله حضر. صح. في كلمة سمعناها من الشيخ ثامر علي صباح كانت كلمة جميلة وفزعة من وزير الداخلية لابنه، وواحد من رجالاته هذا ابن الكويت ولد صحيح. فيها ومات فيها، وقال هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام، سنفتح تحقيق في هذا الموضوع. هذه الوقفة من وزير الداخلية في هذه القضية أيضا يعني اليوم كأنها فزعة لعبد العزيز وفزعة لأهل عبد العزيز. هذا عند الداخلية، هذه شغلات داخلية، أنا ما تخصني بشيء، هذا شيء عندهم. صحيح. هذا شيء هم اللي يملكون السلطة وهم اللي لهم الحق التصرف. نعم. وقفة يعني تحسب لهم صراحة. تحسب لهم ومشكورين عليها، ويلقونها إن شاء الله، ما تضيع، ما يضيع عند الله شيء. نعم أكيد. صحيح. وهي مستحقة أكيد لشهيد الواجب، لكن أيضا كاميرا عسيف راحت لمكتب الشهيد. بشوف هذا التقرير أيضا معك.
طبعا اجراءات تسجيل في مكتب الشهيد حسب الحاله، اذا كان مثلا الشهيد من الجهات العسكريه الاربع حسب المرسوم الاميري 325 على 2011، ان الجهات العسكريه الاربع اللي هي الجيش والشرطه والحرس الوطني والقوه الاطفاء ان يكونون هم شهداء الواجب. فاذا وصل الشهيد من الجهه المختصه فيه مثلا وزاره الداخليه وجميع الأوراق موجودة بالنسبة للتحقيقات والأدلة الجنائية وكل شيء، فيبدأ في تحويل كتاب إلى لجنة التسمية بمجلس الأمناء، وعلى ضوء ذلك دراسة الحالة والأوراق اللي وصلت لمكتب الشهيد، ومن بعد ذلك إذا يستحق الشهادة يعتمد بمكتب الشهيد. طبعا مكتب الشهيد يحتوي 16 جنسية غير الجنسية الكويتية، ولا يمنع أن يسجل أي شهيد يدافع عن الكويت على أرض الكويت، سواء كان كويتي أو غير كويتي أو أي جنسية يحملها. هذه دولة الكويت، دولة المؤسسات ودولة الإنسانية، ويمكن تسجيله حسب الحالة. في حال قبول الشهيد واعتماده بمكتب الشهيد ويطلع قرار من رئيس مجلس الأمناء أنه شهيد مسجل بمكتب الشهيد، سيكون هناك في مستحقات مالية ومستحقات اجتماعية، رعايات راح تكون تقدم للشهيد، وهذه الرعايات إن شاء الله راح تكون متواجدة حين اعتماده في مكتب الشهيد، وراح يكون هناك في يعني ادارات خاصه بهذا الموضوع بعد يعني استكمال الاجراءات الخاصه في مكتب الشهيد واعتماده. راح يكون هناك في اتصال مع الاسره وراح يكون هناك في تنسيق. شفنا هذا التقرير من مكتب الشهيد، وتم تغييد اسم الشهيد عبد العزيز من ضمن قائمه شهداء الوطن والواجب. مثل هذا يعني المركز من الشهادة شهيد الواجب بإذن الله هو بحد ذاته وسام مشرف للشهيد وللوطن ولذويه. اليوم تسجيله كشهيد واجب أكيد له أثر أيضا كبير عليك والدة. صح، شيء لا يعني يصير له عندي تأثير على رأس عمله، هو أثناء طبعا واجبه. صحيح أكيد على أثناء رأس العمل بنفس عمله وأثناء الواجب هذا. نعم يعتبر شهيد. نعم أكيد. إحنا نثني على جهود مكتب الشهيد صراحة. جزاهم الله خير. حفاوة يعني عملهم من قبل يعني تاريخ خلينا نقول سنوات ماضية لكل أهالي وذوي الشهداء. اليوم عبد العزيز عسى الله يرحمه أحد شهداء الكويت، وتسجل اسمه على قائمة شرف شهداء الكويت صراحة. وأنتم اليوم كذوي أيضا المكتب عسى الله يحفظكم، إن شاء الله ما راح يقصر معاكم في أمور كثيرة، راح يكون الداعم لكم، وإن شاء الله على قولتهم مثل ما يقولون بقدر الإمكان راح يوفون كثير من الأمور اللي المستحقة لليوم أهل وذوي الشهيد عبد العزيز عسى الله يرحمه إن شاء الله. إحنا ودنا نتكلم في أمور كثيرة، لكن انا ودي افتح لك المجال. انت يا ابو مشعل شنو ودك شنو الامور تقول كثير. شو اللي بخاطرك ودك تقول اليوم؟ ما بخاطري شيء انا. قل لي وشنو اللي تبي تسالني انا وانا اجاوبك عليه. طيب راح ناخذ معنا اتصال من الاستاذ الدكتور مناور الراجحي، استاذ الاعلام بجامعه الكويت. مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير، والله يمسي على جميع المشاهدين وايضا على والد الشهيد اخوي محمد الله يغفر لعبد العزيز. وفعلا لما قال عبد العزيز ولدكم قبل لا يكون ولدي، فعلا عبد العزيز شفناها بعيون الناس جميعا من قياديين ايضا من سمو الامير الله يرد لنا سالم حفظه وسمو ولي العهد، وايضا رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه معالي السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة ونائبة الأستاذ أحمد الشحومي وجميع الكويتيين. ففعلا احنا أيقنا وأجزم أن عبد العزيز ولدكم قبل لا يكون ولدنا. نعم أكيد. أنت أول شخص كلف بالحديث عن الشهيد عبد العزيز في وسائل الإعلام وغيرها، فنبي نتكلم عن هذا الموضوع وثقة أهل الشهيد فيك اللي عطوك صلاحيات بأنك تتكلم وتتحدث عنه وتتعامل مع وسائل الإعلام. نعم، الشهيد هو أقرب الناس لي، هو ابن عمي وأقرب الناس لي. نعم. والثقة هذه مأخوذة من صلة القرابة الغريبة جدا
بيني وبين محمد مريبد، وأيضا بين ابنه وأخوانه وربي. فلما كان الموقف وقته أبو مشعل لا يستطيع أن يتحدث، وكان فعلا مرهق، وكان وجود معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي صباح بلسم أمانة لهذا الموقف، وأيضا يعني حملة للشبل ورمد الرماد التراب على ابنه عبد العزيز. فأبو مشعل استطاع أن يمشي خطوتين مع معالي الوزير، بعدها أبو مشعل لا يستطيع أن يتحدث، وعبد العزيز هو ابن محمد بريفت وأيضا هو ابني، فلذلك يعني حاولت أني أوصل رسالة إلى يعني الشعب الكويتي، وأيضا أشكر وزارة الداخلية القيادة، وأشكر يعني جميع الشعب الكويتي ممثلة في معالي رئيس مجلس الأمة. وفعلا كانت الإعلام كوني قريب إلى هذه المهنة العزيزة على قلبي، وكلهم كانوا أبنائي وأصدقائي، فتوليت الأمر والحمد لله وفقنا في إوصال الرسالة المطلوبة لهذا دكتور الحدث. دكتور اليوم مثل هذا الموقف اللي حدث وهذه الواقعة اللي حدثت، كانت هناك في دروس كثيرة تعلمناها، منها التعامل الإنساني ما بين انتشار في البداية الفيديوهات اللي انتشرت، منها أيضا تعاطي الناس وفزعة الناس مع أهل الشهيد، أيضا الرسالة اللي قدموها ذوي الشهيد. اليوم أنا يمكن ذكرت حق أبو مشعل قلت له رباطة الجأش والإيمان بالقدر، هذا صراحة شيء جميل وهذه قيمة مو الكل يقدر يمتلكها. اليوم الرسائل كثيرة، ودنا نتكلم عن بعض هذه الرسائل، وقفة مثلا اليوم المسؤولين من خلينا نقول أكبر يعني مسؤول في البلد إلى أصغر يمكن مواطن تأثر في هذه الحادثة. طبعا أهل الكويت أهل فزعة، والفزعة هي فزعة إلى الكويت كلها. الحدث صحيح. جلل صحيح. مصيبة جريمة، يعني لو فكرنا في أبعادها هي أبعاد يعني كبيرة جدا صحيح. وأهل الكويت تعاطفهم وترابطهم معانا لكي يوصلون رسالة إلى القيادة، احمونا من هذه الآفة. أيضا يوصلون رسالة وين هيبة رجل الأمن اللي كانت موجودة، يعني بعهد غريب كانت موجودة رجل الأمن والدورية صحيح. رسائل كثيرة جدا لو بتدارسها من ناحية الإعلامية أو النفسية أو الاجتماعية أو غيرها الأمنية، لا طلعنا عبر كثيرة جدا. أول هذه العبر تواجد الناس في المقبرة، تزاحمهم معانا كأهل الشهيد يحملون الجنازة، تزاحمهم التكاتف والعزوة اللي صارت بين نعم أهل الكويت نعم صحيح. تكاتفهم، وقفتهم معانا، وقفتهم ورانا، وقفتهم في الجنازة ومشيهم على الجنازة، قاعد يوصلون رسالة إن إحنا كلنا أهل فزعة صحيح. إحنا كلنا غير راضين على هذا الحدث اللي موجود. إحنا كلنا نقول لمعالي وزير الداخلية ورجالات الداخلية البواسل احمونا، إحنا كلنا ترى فجعنا من هذا نعم. الحدث الجلل صحيح. أيضا إحنا نقول يا أهل الشهيد، إحنا نقول يا جماعة والله 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 اللي حصل فينا ونفسيتنا وأمورنا شيء كبير جدا ما يوصف أكيد. مهما تكلمنا من مشاعر، فإحنا ما نتمنى أن يحصل ما حصل إلى ولدنا إلى أي واحد داخل الكويت سواء عسكري أو غير عسكري صحيح. لذلك جهة الأمن ونعمة الأمن نعمة يعني أي والله صدقت هذه نعمة صراحة نحمد ربنا الله عليها. كل الشكر لك الله دكتور نعم. ناور يعطيك العافية، قواك الله على هذه المداخلة نعم. وعسى الله إن شاء الله يضع وقفتك هذه ويعني في ميزان أعمالك يا رب. كلمة من أهل الكويت لأهل الشهيد في هذا التقرير ونرجع لكم تالي. جريمة اللي هزت الرأي العام وأعادت لأذهان الناس
الاعتداءات العديدة على رجال الأمن بالكويت. وشيء صراحة محزن، وشيء يعني نحس بعدم أمان، حيث أن رجال الداخلية يتعرضون لمثل هالشيء هذا. للأسف هذا في ضعف في وزارة الداخلية وفي خطر على عيالنا صراحة. أثر فينا، ما يصير، ما في أمان. الحين أحس ما في أمان. أنا مفروض ما ينزلون تصوير أن أبوه وأمه وهله وجماعته يشوفون التصوير يتأثرون من داخل. ما يصير ينزلون، المفروض يمسحون التصوير. شهيد الكويت كاملة، احنا كلنا فقدنا وكلنا حسينا بنفس الألم وكلنا حسينا بنفس المعاناة، ويا رب يا رب أنه يرحمه ويغفر له، وإن شاء الله يا رب أنه نتعلم من أغلاطنا يا رب. أتمنى من الناس المتواجدين بدال الاكتفاء بالتصوير، واللي أعتقد كقناعة شخصية أنهم شركاء بالجريمة، لعدم تدخلهم. الله وايد قلبنا عورنا لدرجة احنا حزننا كنا هو والله واحد من عائلتنا يعني. وبدل الناس تصور تقعد تصور زين، روحوا دفعوا عن الشخص اللي قاعد يموت، والله ماسكين تليفون ويصورون. انا بنت والله خلتني الحمية على قولتهم. ما يصير، انا زوجي من رجال امن، فلما يطلع قلبي يعورني والله. يعني ما ادري هالمساكين اللي قاعد يفدون روحهم حق الوطن هم اللي قاعد يصير فيهم كذي. عسى الله يرحمه ويغمد روحه الجنة يا رب. عظم الله أجرك يا أبو مشعل، وحسن الله عزاكم. الله يجزاكم خير. وعسى الله إن شاء الله يطرح البركة بالعيال ويطول بأعماركم، وأنت والدة عبد العزيز يا رب، ونشوفك إن شاء الله بأحسن حال. وعبد العزيز مثل ما يقولون شهيد عند رب العالمين، وهو في مكانة ترى أعلى من مكانتنا وأزين من مكانتنا. عسى الله إن شاء الله يرحمه ويسكنه جناته إن شاء الله. مشكورين على الغاولة، قصرتم ونعم الله عليكم. الله يعطيك العافية. وهني نقول توحدت مشاعر كل بيت كويتي وكل فرد على هذه الأرض بوفاة شهيد الواجب رحمة الله عليه. عسى الله يصبركم ويمسح على قلوبكم إن شاء الله، وبإذن الله هو بجنات الفردوس الأعلى يا رب. شكرا لتواجدك معنا يا أبو مشعل. لا شكر على واجب، هذا شيء واجب علينا. شكرا لك. إذن مستمرين معاكم أعزائي المشاهدين، وننتقل معاكم لفقراتنا الثانية، تابعونا.